انا طالع من الحمام، لكن ده لا ظهرها شعر كتير. بنته اللي عندها 45 يوم، شوف بقى هو قتل مراته ليه. اسمعوا السبب ده. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ جريمة بشعة للغاية وحصلت لسبب تافه. يعني يا جماعة احيانا احنا فعلا بنعاني من امراض نفسية، رغم ان الزوج هنا مش مريض نفسي، بالعكس ده قام بجريمته بكامل ارادته وبتفكير وبتخطيط، وبعد كده راح عند امه فطر وشرب الشاي وراح شغله، وبعد اخر مخلص شغله راح سلم نفسه للشرطة. يعني ده مش انسان مجنون، ده انسان عاقل وراسي، والطب الشرعي قال ان هو مسؤول عن تصرفاته. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الزوج راجل معاه مؤهل، شغال بيكسب، كمان بعد الظهر شغال في عمل حر، يعني ما عندوش اي مشاكل مادية. اتجوز، واتجوز واحدة خريج كلية اعلام، متدربة في احدى الصحف، يعني بتتدرب في جرنان، يعني واحدة مثقفة جدا ووافقت عليه. واحنا عارفين دلوقتي ان البنت دلوقتي ما بتدورش على الشاب اللي شغال على مكتب او وظيفة، اهم حاجة متعلم ولا مش متعلم، ليه مصدر دخل مرتفع ولا لا عشان يقدر يفتح بيت. هو ده اللي بيهم بناتنا دلوقتي، مش لازم وظيفة مكتبية ويبقى قاعد على مكتب والبيه رايح والبيه جاي والفكرة، وهو اصلا ما يقدرش يصرف على بيته. لكن لما يكون راجل بيجتهد وقادر يكفي بيته فاهلا ومرحبا بيه. وفعلا رغم ان هي كلية اعلام وافت عليه واتجوزه، ومن اول اسبوع طبعا بحكم ان هي صحفية فممكن تخرج في اي وقت، يطلبوها في المكتب تعالي في خبر انزلي، وهي كانت نشطة جدا. فمن اول اسبوع في الجواز راحت نزلت وما قدرتش تتصل بيه. لما جه وعرف ان هي نزلت خرب الدنيا وراح طلقها. فهي يعني انت طلقتني ليه؟ ده انا لسه اسبوع ده احنا لسه في شهر العسل. المهم الناس رجعوهم لبعضهم تاني وتم الموضوع، وقالوا عشان هي حامل كمان خليك بنتك تتربى في عزك. المهم البنت عاشت وردت بالمقسوم ومفيش مشكلة، وفعلا هي بتقول فترة الحمل كلها وفترة الخلفة كلها ما كانش فيها أي مشكلة بيني وبين جوزي، بالعكس أنا كنت سعيدة بحنيته وكنت سعيدة بفرحته إن أنا حامل، والحياة استمرت وأخيرا حسيت بالاستقرار. لغيت ما ولدت بنتي وكان عمرها 45 يوم، وكان أبوها بيحبها جدا وبيدللها جدا وكانت كل حياته، وأنا كنت سعيدة إن ابتدى يهدى وابتدى شكه فيا ينتهي وسابني أنزل أشتغل ومفيش مشكلة خالص، وأصبحت الحياة جميلة. طب إيه اللي حصل بقى؟ شوف بقى هو قتل مراته ليه؟ اسمعوا السبب ده. وقتل بنته ليه؟ في واحد يقول لك أنا قتل مراته وقتل بنته، ويا ريت قتلهم كمان مثلا حط لهم سم ولا طعن السكينة ولا لأ. ده خد السكينة ضرب مراته 12 طعن، وضرب بنته اللي عندها 45 يوم طعنها 5 طعنات، وبعد كده ما اكتفاش جه على رقبة مراته وراح قطعها وحط راسها على صدرها، وخد بنته اللي عندها 45 يوم قطع راسها. ليه ده كله؟ تعال نشوف الأسباب اللي دفعته لقتل مراته وقتل بنته عشان نعرف احنا وصلنا لغيت فين. عشان كده قلت لكم لو مريض نفسي كنا نقول ماشي، المشكلة ان هو عاقل جدا. قال ايه وهو شايل بنته؟ فبنته بتعيط، فامها بتقول له طب غير له والنبي عقبال ما اطلع من الحمام، غير لبنتك. فخلع بنته هدومها خالص. لما خلع بنته هدومها خالص وبيلبسها، لاحظ ان في ظهر بنته شعر. على فكرة الأطفال الصغيرين بيتولد، ده في أطفال صغيرين بيتولدوا بيبقى في دقنهم شعر وفي شنبهم شعر وفي ظهرهم شعر، بيبقى عيل مشعر من صغره أو طفلة مشعرة من صغرها. دي حاجات عادية. يسألوا أي ست بيكون لسه والدة، أي داية، أي حد في المستشفى، أي دكتور أمراض نساء وتوليد، أي ممرضة في أي وحدة صحية، تقول لك الطفل لما بيتولد بيكون جسمه كله شعر. في أولاد بيتولدوا كده، بيبقى في وشهم شعر وفي دقنهم شعر، وفي اولاد بيتولد شعرهم ده راس شعرهم اسود وطويل. ده في اطفال بيتولد تحس ان شعرهم عايزين يودوه للحلاق، لكن ده لا في ظهرها شعر كتير. قال لك ده مش بنتي، قال لك خلعت هدومي وبصيت في المرايه كده وكده لقيت ظهري ما فيهوش شعر، يبقى البنت دي مش بنتي. انت مجنون، بس ما نقدرش نقول مجنون لسبب كده، هنلتمس لك العذر في فعلتك في جريمتك. انت لما وقفت كده قدام المرايه وما شفتش الشعر، ايش عرفك وانت طفل صغير كان في شعر ولا لا؟ ما في شعر احيانا يا جماعه
زي البنت لما بتتولد بيكون في دقنها شعر وشعر في مرحله المراهقه، بعد كده في الاعداديه طلع البنات طلع لهم شعر في دقنهم، وبعد كده خلاص الانوثه بكل ده بيتشال. عشان تلقى في ظهر بنتك شعر طبعا من ايامها على ظهرها وبيلبسها لها في شعر، قال لك لا دي مش بنتي كده، وهي خانتني عرضي شرفي. طلعت مراته بتقول له عملت ايه؟ قال لها البنت عسير جت جنب على السرير مره واحده دب 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 بالسكينه وراح قطع راسها، وبنته دب 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 وراح قطع راسها. ليه ده كله؟ طب روح اسال الاول، اسال داية، اسال ممرضه، اسال طبيب امراض نساء وتوليد، اسال اسال. هيقول لك الطفل لما بيتولد العمر الاول اول شهرين في عمر الطفل الاولاني الشعر احيانا في اطفال بتطلع قرعة، وفي اطفال بتطلع شعر، وفي اطفال بيبقى شعر البطن اللي هو اصفر الصغير، وفي اللي بيطلع في ظهره شعر واللي في جسمه شعر، عادي جدا. ايه اللي جرالنا؟ للاسف القضيه دي حصلت في ابو النمرس محافظه الجيزه. للاسف الرضيعه كانت عمر 45 يوم، والبنتنا خريجه كليه الاعلام دي كان عندها 23 سنه، الزوج اسمه حازم عنده 33 سنه. المهم بعد كده يا ريت راح سلم نفسه بقى، لا سابهم على السرير وراح عند والدته قال لها عايز افطر فطر وشرب الشاي، رايح فين يا ابني؟ قال لها انت هتسمع اخبار النهارده وحشه بس خير يا حبيبي، قال لها اروح الشغل وهكلم. طب طمني يا ابني عملتها وزي مراتك واولادك؟ قال لهم كويس. المهم نزل الشغل قعد الشغل بتاعه وراح الشغل بعد كده اللي بعد الظهر، وبعد كده راح سلم نفسه لقسم شرطة ابو النمرس، بلغ وقال انا قتلت مراتي وقتلت بنتي، بنتي هتشوفوها شعر ظهرها شعر طلع لها شعر في ظهرها وانا هو ما فيهاش شعر في ظهري. طبعا رئيس المباحث قال لك ده ايه التهريج ده، جري برضه ما بياخدوش البلاغات كده برضه بشكل عشوائي، لا بيتحقق فيها. خده وراح على شقته لقى جثة الست على السرير ومقطوع الراسة وجثة بنتها اللي عندها 45 يوم. انا عايز ذنب البنت اللي عندها 45 دي كانت مولودة ليه؟ كانت مولودة عشان تيجي الدنيا عشان تتذبح، وامها اللي لسه عندها 23 سنة لسه شاب ما طلعتش للدنيا اللي قديها لسه متجوز، ايه ذنبها انها تقع في واحد متخلف بالشكل ده يموتها بدون حتى ما يعرفها؟ هي كانت بتاخد الطعنات وما تعرفش هي بيموت عنها ليه؟ هي عملت ايه؟ يعني هي وهي بتموت كانت بتبص له انت بتضربني ليه؟ انا طالعه من الحمام وبنتك معاك كويسه وعلى السرير وغيرت لها، انت بعرفني موتني ليه؟ انت بتطعني ليه؟ بتدحني ليه؟ بتفصل راسي عن جسمي ليه؟ انا عملت ايه؟ طب موتني بس اموت مستريحه واعرف انا غلطت في ايه؟ انت ذبحتني ليه؟ ما هو برضو يعني دي ماتت وما تعرفش ماتت ليه؟ انت عارف لو كانت الست مثلا بتتخانق مع جوزها ويقول لك ده عشان غلطت في كلمه فذبحني، بتبقى ميته وعارفه او مطعونه وعارفه او اتضربت بالنار وعارفه ان هي عشان ردت على جوزها او عشان خرجت من غير ما تقول له او عشان ان هي ظبطها مع عشان او انها هي مسكها بتتاجر في مخدرات ايا كان. لكن المره دي ده واحده في بيتك وبنتك في حضنك وهي كانت في الحمام وطالعه وانت مغير، موتني ليه؟ ماتت من غير ما تعرف. وبنتك اللي عندها 45 يوم ايه ذنبها انها تولد في شعر في ظهرها؟ احنا اتجننا يا جماعه ولا ايه؟ المشكله ان هو مسؤول عن تصرفاته، مش مجنون، مش بيتعالج نفسيا، كله اشاد ان هو تفكيره سليم. طب ايه اللي خلاك عملت كده؟ يقول لك لحظه شيطان. لحظه شيطان ايه؟ عشان لقيت في ظهر ابنك شعر يبقى مش ابنك؟ للاسف احنا بعدنا عن ربنا وتقربنا من الشياطين. والله الشيطان ما يعمل كده، لكن احنا نقول ايه؟ الشيطان يقتل طفل عندها 45 يوم رضيعة ويفصل راسها عن جسمها عشان خاطر ايه؟ يا اخي طلقها طلقها. يعني انا بقول دايما يا جماعة مراتك يا سيدي وحشة ولا عوذ بالله، يعني طلقها. بنتك مش عارف بنتك ومش بنتك، يا اخي بيع اللي وراك واللي قدامك اعمل لها تحليل دي ان ايه واطمن واقطع الشك باليقين. لكن انت دلوقتي موتت مراتك وموتت بنتك وانت ضحت، ايه اللي استفدته؟ انت اللي عملته ده اسمه قتل مع سبق لسان وتراث. استنيت مراتك بتطلع من الحمام وجهزت سكين ودخلت عليها وقتلتها وكمان مثلت بجثه الرضيعه مع جثه امها، مثلت بجثتهم هما الاثنين. طب ايه اللي استفدته من كده؟ عشان خاطر ايه؟ طب انت كده يعني خدت حقك؟ طب انت لما تتعدم يعني انت كده استريحت؟ طب ما شكتش ان ممكن تكون دي بنتك؟ طب عليها اساسها ثالثه؟ طب ما شكتش ان مراتك ممكن تكون بريئه؟ طب عليها اساسها ثالثه؟ طب ما فكرتش شويه ليه؟ طب ما رحتش ليه اصلا تستدل من الطب الشرعي؟ يا اخي اعمل تحليل دي ان ايه؟
طلقها يا سيدي وقول لها دي مش بنتي وما تصرفش عليهم واخلص من عارهم لو هم اصلا عار. لكن انا ما فهمش تفكيرك ده، على اي اساس؟ ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.